كرم المركز السوري لرعاية الإبداع الدكتورة سهام دانون نائب عميد كلية الآداب في جامعة دمشق، والتي نجت من تفجير إرهابي استهدفها وأدى لبتر قدميها، حيث جاء التكريم تقديرا لجهودها ومكانتها العلمية وتأكيدا على أن الإرهاب لن يطفئ شعلة العلم والحياة. رسالتهم رسالة القتل والتدمير، تقطيع الأوصال، أكلت قلوب البشر. نحن نحمل رسالة العلم، نحمل تنوير العقول، نغرس محبة الوطن بشموخ وإباء وكبرياء كسوريين وكعرب. استهدافي أو استهداف أي كادر من أبناء سوريا لا يعني أن تقف مسيرة النضال والمقاومة في سوريا، على العكس تعطينا إصرار على الصمود أكبر وبشكل أكبر، وتعطينا القوة والإرادة أكثر لمتابعة النضال من أجل الوصول إلى النصر المؤزر إن شاء الله، ونأمل أن يكون قريبا. دكتورة سهام هي أحد ضحايا الإرهاب، فقدت طرفيها، وأنا أعتبر أن هذه المرأة هي رمز الصمود والمقاومة في سوريا. رأيتم أن معنوياتها ممتازة رغم فقدانها لأطرافها. تم تقديم كافة ما يلزمها من إجراءات وخدمات في الوقت المناسب، وأريد أن أؤكد أن الكادر الطبي موجود على مدى 24 ساعة ولتقديم كافة الخدمات لهؤلاء المرضى الذين يتعرضون لإصابات فجائية إرهابية. نحن بادرنا إلى إعداد درع يليق بعظمة أداء هذه الدكتورة علميا ووطنيا قدر إمكاناتنا المتواضعة. المركز السوري لرعاية الإبداع يعمل تحت مقولة القائد خالد حافظ الأسد، في كل بلد مبدعون علينا أن نبحث عنهم وندفعهم باتجاه المزيد من الإبداع. هذه الرسالة أمانة حملناها في أعناقنا، وهي توجيه دائم بالنسبة إلينا، نبذل من أجل تحقيقه على أرض الواقع قصارى الجهد لكي نكون لائقين بحمل هذه الأمانة العظيمة.